الفنان والعازف العراقي إلهام المدفعي ولد في عام 1942 للميلاد في مدينة بغداد التي ترعرع فيها، ومنها بدأ حبه وشغفه للموسيقى منذ 12 من عمره، ويعتبر من أوائل من أسسوا فرقا موسيقية وعرفت فرقته باسم الأعاصير. قضى مدفعي فترة دراسته في بغداد، وبعدها انتقل إلى إنجلترا لإكمال دراسته في مجال الهندسة، وبعد عودته إلى العراق أسس فرقته الموسيقية، حيث كان يدمج بين عزف الجيتار الغربي والأغنية الفلكلورية العراقية، حيث لم يكن هذا الأسلوب معتادا في الأغنية العراقية. غادر مدفعي العراق في عام 1979 وجال العالم مع أسلوب الموسيقى الذي ابتكره، ثم عاد مرة أخرى إليها في عام 1991 وقام بتأسيس فرقته الموسيقية التي عرفت باسمه إلهام، قبل مغادرته الأخيرة للعراق في بداية التسعينيات الميلادية، بعد أن اشتهرت أغنياته عربياً وعالمياً كأحد وأهم رواد هذه المدرسة الموسيقية. من أعماله الخالدة مالي شغل بالسوق، ومريت أشوفك، وأشقر بشامة، وخطار عدن الفرح. الفنان العراقي القدير إلهام المدفعي، حياك الله معنا في برنامج وينك. أهلا وسهلا. سعيد وأتشرف اليوم أن ألتقي قامة من قامات الفن العراقي والفن العربي، وأوجه لك السؤال الأول، وينك؟ في أرض الله الواسعة والحمد لله، يعني الله أعطانا الصحة نقدر نستمر مع موضوعنا في الفن وعلى النطاق المحلي والعالمي، يعني والحمد لله موجود. اليوم أبو محمد موجود في الأردن، الحياة في الأردن والاستقرار هنا في الأردن، أي نعم. سبب اختيار الأردن؟ احنا صارنا فترة بالأردن، يعني صارنا تقريبا 22-23 سنة، وخصوصا طبعا بعد ما جلالة الملك أنعم علينا بجنسية وجواز، فكل شؤوننا صار هنا. الجنسية الأردنية؟ أي نعم. ظروف في العراق صارت تغيرت، وما شعرت أنه نقدر احنا نشتغل براحتنا يعني من هناك، ففي الأردن الحمد لله الراي والأمان، يعني نقدر منا كل شيء نسوي، واليوم وجود التكنولوجيا الكبيرة في على نطاق كل العالم نقدر يعني نقوم بأي شيء، تسجيل منا من غير مكان من وإحنا قاعدين. زرت العراق مؤخراً أو في تروح وتجي على العراق؟ أي نعم. أي نعم، رحت مرتين ثلاثة، زرت أهلي يعني بغداد لا تزال ذاك السحر اللي واحد ما يتوقع، يعني بعد نفس النهر ونفس النخل ونفس الأجواء تقريباً نفس الشيء مثل ما تركتها، عدا المحلة والبيت والمكان متغيرة، يعني هناك الظروف كلها متغيرة. اختلفت عليك العراق عن السابق؟ اختلفت يعني، بس الأشياء الأساسية موجودة كلها يعني. الولادة أبو محمد في بغداد؟ بغداد، يعني عام 42 ميلادي، ما شاء الله لا تقتل. نعم. العمر إن شاء الله رب. نعم. تذكر ذكرياتك، طفولتك، اللحظات الأولى في بغداد؟ عم أتذكر بعض من عدها، يعني أتذكر من والدي كان متصرف
لواء الرمادي في سنين طويلة يعني، وأيضا متصرف لواء كركوك. من توفى والدي كان عمري 4 سنين يعني. كنا في لواء كركوك، وذكر رجعنا من كركوك إلى بغداد، ويعني بتفاصيل ذكرها. ورجعنا بغداد ما كان عندنا بيت يعني، أذكر سكننا في العظمية، وظلينا فترة بالعظمية. ويعني سنين مشت، أخوتي أكبر مني كلهم، اللي راح درس ورجع، واللي الثاني راح درس، كلهم راحوا درسوا ورجعوا. يعني كان سنين بالنسبة لي نشأتي بالمدرسة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية وكذا. العائلة كانت تعيش جو ثقافي وأدبي بحكم يعني الوالد، الأخوان، كان في اطلاع ثقافي ومسرفة ثقافية دائما. كان اللحن والشعر هذا موجود. هي مو بس يعني هاي العائلة، عن نطاق الكل يعني. فكان الاهتمام الأساسي هو هذا، أنه الجو الثقافي والفني والمعرفة وهذا الشيء والعلم كان فد شيء أساسي حقيقة. والكل كان يطلع أنه يأخذ شهادات في حياته. متى بدأت الاهتمام في الفن، أو بدأ يظهر عليك اهتمامك الفني؟ والله من أنا صغير يعني، كان وجود البيانو بالبيت والعود بالبيت، وهذا كان تأثير، وكان يعتمد منه يتأثر بي أولا يعني. هو كان مثلا من رجع أخوي قعطان بعد ما حصل دراسته في إنجلترا، رجع ب 52 ورجع، فراد بيانو ما عندنا بالبيت، فراد بيانو راح أجر بيانو وجابه بالبيت، فظل البيانو بالبيت اللي كنا نقدر نسوي شيء اللي نريده. بس هو مو إلي، كان إلى أختي أكبر من عندي، على أساس يعني فد نوع من هال يصير عندها فد هواية بالموسيقى. وفعلا وأنا نفسش، أنا أصغر بس أنا كنت تركيزي أكثر. أنت ركزت من البداية على الجيتار ولا كان البيانو؟ نعم. الجيتار متى كان؟ بيانو. الجيتار كان واحدة من الصدف، بنت عمي عندنا بالبيت وهدت لي جيتار، وظل الجيتار عندي. من علمك عليه أو تعلمت من نفسك؟ ما حد علمني. كان مع الجيتار كان في كيس من قماش، وهذا الكيس كان مع الجيتار موجود ورقة من دفتر مع المدرسة يعني عادي، بس مرسوم عليه بعض الكوردات اللي مستعملة في بداية تعليم الآلة يعني. فأنا حفظت الكوردات هذه يعني بالذات. فبعدين اتضح لي أنه هاي الورقة هي بخط برسم جواد سليم الفنان معروف يعني، ونحات يعني، فنان عراقي كبير. تأثرت فيه؟ أنا تأثرت طبعا بهالشخصية لأنه هو صديق أخويا قحطان، وكانت جلساتهم بالبيت عندنا يعني يجون، وكن من حامل ويا الفكر وكذا، وأنواع النقاش في كل شيء كان. جميل. فيعني الطبيعي أنه يصير عندي في التأثير من هالنوع يعني. تأثرت بالمسائل الروحية قبل ما تصير هي آلة كجيتار أو كذا يعني، أشياء بدأت أشعر بها وبعمق وجودنا في هذا الزمان، في هذا المكان، في
يعني هذه من البداية. هذه البداية متوسطة. نعم. متى بدأت تدخل أو تهتم بالأغاني، أغاني التراث العراقي، وتدخل عليها الجيتار والإيقاعات أو أجهزة أخرى؟ هي كانت في البدايات. أي نعم، كانت موجودة بالبيت. يعني كان الجرام اللي هو مثل هذا، والوجبة جتي بعدها كلها ذكرها. أيوة. يعني بالأربعينات وخمسينات وكذا. بس فكان عندنا اسطوانات ومجموعة اسطوانات كلها كانت أغاني قديمة فعلاً، القبنشي وكان الغزالي. هم أنا كان عمري 10 سنين 11 سنة من هالنوع. يعني صار يعني موضوع اهتمام بها هذه، فصرت أنا مسؤول عليها بالبيت. دائماً أحس أن لازم تكون نظيفة، لازم ما تنكسر، لأن يعني كانت تنكسر الاسطوانة. كانت البداية أو أول أغنية عملت عليها فوق النخل؟ هذه عملياً يعني وراء بين هالكلمة والكلمة أكو سنين طبعاً. فوق النخل اعتبرناها في التجربة اللي إذا رهمت على الآلة مثلاً وشفناها قريبة، فاني رأسا سويت لها يعني بحكم معرفتي بذاك الوقت وعمري وكذا، رأسا سويت لها يعني التأليف مالها، التوزيع. احنا بالجيتار شكل ثاني، الأغنية تأخذ احنا نسميها كوردات. كوردات هي تناغم الأصوات في وقت واحد. سويتها بالطريقة اللي إلى اليوم. أول ما كان وقتها في أحد أدخل الجيتار على الأغنية؟ لا، إحنا قبلنا ما حد جاي من الأغنية يعني أبداً، ولا ما الناس ما له علاقة. متى دخل الجيتار في الأغنية بعدكم؟ في دخل في أقول لك بالستينات، بس إحنا الكلام هذا بالخمسينات، أواخر الخمسينات، أواخر يعني بعد ثورة 58 اللي صارت في العراق، وكان منع تجول، وكنا ما نعرف شنو منع تجول. إحنا على كل منع تجول، كل من جايب الآلة مالته وإحنا ممنوع من التجول، وكنا نقعد كل شيء يجيب بالنا وجت هاي بالنا. كان في معارضة على طريقة هذه. المهم في هذه التجربة أنه إحنا نعرف هل هي تجربة راح تنجح عندي أو لا. تمام، إحنا في واقع مثل بلد مثل العراق، في كل شيء كان يطلع جديد وكذا، العالم تهتم به لأنه يهمهم هذا الموضوع. خصوصا أغنية فوق النخل، أغنية تراثية والكل يعرفوها والكل يغنوها، وهي في الأغنية أصلها عراقي. يعني مثل من اليوم هذا يقول مالتي وهذا يقول مالتي، لا، هي أغنية فوق النخل فوق، تأليف نسيم مراد. ونسيم مراد هو يهودي من أهل البصرة، وهذا الكلام قديم عراقي، ويصير عم ليلى مراد الممثلة، فهو من البصرة، هو أول ما غناها، وأنا كان عندي تسجيلها على كاسيت. يعني في وقتها كان موضوع الأغنية صار في يعني جدال وحوار طويل، يعني أريد أعرف ليش هذا الفكرة. يعني هو موسيقي وعازف عود وكان ليش يمنع، لأن عنده سلطة يمنعني، أنه يمنعني من إذاعة وتلفزيون، يمنعني، هذا كلها له تأثير. فيش كيف أنا أستمر في بلد هذا ما يريدني وهذا يقول ممنوع؟ لازم على كل إن إحنا صفينا بالأخير، لأنه هو اقتنع أنه هذا في وقت تغيير جذري إلى موضوع الأغنية العربية. طيب، حنيجي على بعض التفاصيل بعدين، بس إذا نقدر نسمع منها شيء، إذا تسمح نسمع حاجة بسيطة. فوق نخل الأغنية معروفة، و يعني طبعا إذا نرجع على المقام
والمقام الأغنية بها، هذا تفسير شيء آخر يعني، اللي هو الـ 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 المقام مع الأغنية في أي من المقامات العراقية. مقامات العباسية وهذا من زمن العباسيين إلى اليوم هي العراق محافظ عليها، وفي مدارس وكذا يعني، هذا لهم حق يعني يعرفون، وكل واحد له حق يعني. فوق النخل فوق 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 النخل فوق، مدري لا ما خدك يابا، مدري القمر فوق والله ما اريد، وباليني بلوى خدك لما يا هواي، وضو على العراق وضو على العراق، ما اقدر اطمرين وحيابا واتحمل فراق، والله سابيني بعيون الحلوة فوق النخل فوق 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 النخل فوق، مدري لما خدك يابا، مدري القمر فوق والله ما أستاذ إلهام. بعد هذه يعني مرحلة فوق النخل وأغنية، يمكن الأغنية الثانية وين يا قلب، نعم ايه، ذهبت للكويت. اي ايه، وقصة ذهابك للكويت قصة يعني يمكن فيها غرابة وفيها طرافة. اي فعلا ايه، ما كان بالبال ده اروح الكويت. احنا كان عندنا حفلة بالبصرة، ايه بالبصرة، وفي فندق الميناء، ومن فندق ميناء هو الميناء الجوي للخطوط الجوية العراقية في بالستينات هاي. فقاعدين احنا الصبح ونشرب قهوة وشي، شفنا طيارة جتي من بغداد اللي جاب المسافرين إلى البصرة، فأنا جدا اهتميت يعني، فضول من عندي، قمت رحت على الدرس للمكتب مع الخطوط الجوية، هو بنص المطار قاعدين هنا اللي هو في قوس كبير يعني بناء هائل. سألت الموظف، قلت له اسمح لي، قلت له بيش التكت، قلت له طيارة راح ترجع بغداد، قال لا راح تروح الكويت وترجع. قلت له بيش تكت الكويت، قال 4 دنانير. 4 دنانير والله بلاش، احنا 3. قلت له تفضل. لا 12 اخذت 3 شو اسمه، رجعت على جماعتي قلت لهم يا جماعه تحضروا. بس انت مجهز جوازك معاك انه ناوي تطلع؟ نعم. ليش؟ احنا كنا في فتره امتحانات بكالوريوس السادس، ورحنا امتحانات، ترى امتحانات مو سهلة وما أدري شنو كذا، مر علينا أول يوم، مر علينا ثاني يوم، ما نعرف بالقدرة يعني يمكن، فثالث يوم ما أعرف قعدنا. أنا كنت الحمد لله يعني بين فقلت أنا أحسن شيء أسوي جوازي أحطه بجيبي، لأنه ما نعرف إحنا إذا رسبنا ما نعرف مصيرنا شنو، تعرف أما نلبس يعني جيش يعني أعمارنا إحنا مو بكيف رب العالمين، بكيف الموجود.
سويت الجواز حطيت جيبي، ومن شفت الموضوع راح يسهل يعني بهالطريقة يا قلت انا اروح الكويت. قبل بيوم احنا كنا الحفلة مالتنا في الميناء، زين، فكان هناك فت سيدة جدا لطيفة جاية من الكويت حاضرة الحفلة مالتنا، وبالصدفة قعدنا بهذا الدائرة، فقالت تجون الكويت انتو ضيوف عندنا بتلفزيون الكويت، سيدة باسمة سليمان. فكانت هي مذيعة برامج، مذيعة معروفة في تلك الفترة في الكويت. بعدين اللي شيء اللي سعفنا هو الله يرحمه سعيد خوري، استاذ سعيد خوري، فقاعدين هم بالاحمدي في التجمع حلو اصدقاء، فقال انا عندي كامب مال عمال، يعني اذا مضطرين تعالوا اقضوا شو اسمه اقضوها هناك والى ان امور تفرج تصير احسن. وفعلا بعدين امور يواش يواش في كامب اللي سكنت كامب كامب هنود وكلهم وهذا وفي غرفة واحدة جلست أنتوا ثلاثتكم في غرفة واحدة. أي نعم نعم. وتعرفنا على جماعة وناس يومية رايحين وجايين وقال هنودهم كيفين على هال. طيب بعد هذه المرحلة أبو محمد من الكويت انتقلت للندن. يعني بعد 4 سنوات لم ترجع للعراق. لا لا ما رجع. ولكن على طول رحت لندن لدراسة. هذا الشيء كان عندنا. خوف احنا يعني عراقيين من الموضوع السفر ولا هذا، يعني طول عمرنا الى اليوم ما اعرف، بس الشيء اللي يصير موافقات وما اعرف شنو كذا، واني في عمر ما اقدر يعني بعدني طالب، بعدني طالب بكالوريا طالب سادس خامس كان، فما كنا متاكدين راح نقدر نسافر اذا رجعنا، ولهذا من ظلينا بالكويت الناس نتراسل ويهنا ان هذا رايح نعطيه مكتوب وما اعرف شنو من يجي يرجع لنا ويا 50 دينار هذا 100 دينار وهذا، يعني من هالشيء. رحتوا لندن؟ لندن نفس الشيء. رحنا هناك في وقت يعني راح تبدي الجامعات وبدأت هذا في 63 ميلادي. أي نعم. طيب هناك بدأت تنتشر، يعني بدأت دراسة الهندسة في جامعة تشيلسي، وبدأت في كافيه اسمه كافيه بغداد. أي. بدأت تعزف فيه ويمكن هذا. عفوا جامعة تشيلسي هي جامعة Aeronautical and Motor Engineering، يعني هندسة سيارات وهندسة طيران. فقالوا هذول يقبلون بسهولة فقبلنا أنا وكان صديقي معايا وقبلنا بيها بالإيروناتيكال تهندس الطيران، فيعني يراد لها شخص أكثر مستقر بلندن، كان يعني هم طبعا نروح نجي كذا بس ما كنا متعودين هالانتقال من الحياة اللي هي من مجتمع الكويت والبلاد قبلها، دوام وكذا انواع الشروط. المهم ورا فتره صار الظروف وعدت وقفت واضطريت ارجع بغداد. رجعت بغداد عام 67 ميلادي. اي نعم قبل 67 قبل 67 اي نعم نعم. رجعنا لبغداد وصارت حرب 67 هنا أسست فرقة، يعني فرقة بسيطة. أيه. ولا بالي أنا يصير شيء أكبر، يعني فرقة بس على شيء نعرفه إحنا كنا يعني نبدع بها حقيقة، كانت كل أغاني أجنبية وكذا بضمنها طبعا أغاني العراقية موجودة، فأحسن شيء جبت الأغاني العراقية حطيتها مثلا في مكان معين غني 3-4 أغاني ونخلص نرجع على الغربي، وهذا الناس متعودة على هالشي كانت، فالناس شفت اهتمام العالم بالأغاني العربية والعراقية يعني إلى درجة بديت أدور عليها.
بديت أدور مكان اللي يقدر أدور عليها عدا الأشخاص اللي يعرفوها، المصادر، هذا منو، هذا كذا، الكلام الصحيح، هذا كله مهم. يعني وين إذا نبدي ما يصير نبدي غلط. المهم وبدينا في مرحلة ثانية. إيش قدمت أغاني في المرحلة؟ هلا يا معبد، طبعا لان هلا يا معبد اغنيه بها ايقاع شو اسمه الخشبه والش اسمه وهي من اغاني حضير يا ابو عزيز، وانا كنت عبد الحضير حقيقه، يعني احترمه كشخص. وقصه طويله، يعني والدي هوايه مساعده في وقتها من بالناصرية وبالكوت وكذا، متصرف يعني كان يصير هناك. فالشيء كان قريب إنه يعني لاستيعابه، وخصوصا من يطلع أغنية حضيري كان شيء. أما حضيري إذا كان عايش اليوم والله ما كان سمعت واحد من ذوله موجودين في الموسيقى على النطاق هذا، لأنه كان هو يكتب أغانية، وأخوه كان شرطي، فدائما أخوه حميد هو بأغاني حضيري، وفيها فد نكهة يعني جنوبية. على كل كان هواي أكون مثل حضيري، بس هو بالذات كان معروف إلى درجة كبيرة. وهنا انتشر اسمك، يعني بدأ يبرز أكثر في العراق. اي نعم، بس بعدنا كذا، بعدين من دخلنا موضوع الاذاعه غير الشكل شويه اكثر. وذاك الوقت اللي خدمنا اول ظهور الكاسيت نفسه، يعني اكثر شيء كان يوصل للانسان هو الجرام والاسطوانات، يعني ما كان التسجيل وتيب وما تيب وما ادري شنو الى اخره. بعدين من دخل الكاسيت صار يعني انت تشيل ساعة من الموسيقى، وكانت شكبرها ساعة من الموسيقى انت حاطها بجيبك، تشيل هذا تحطها عندك ساعة. وبعدين المسجلات الصغار اللي طلعت اللي حاطيها ويجي الكاسيت صار بالسيارة، وانتشرت الى درجة يعني كان أرقام ما كنت أصدق بها، يعني من هذا مرة ضريت الدخل دزر عليا قالت أنت تبيع بالسنة 2,000,000 كاسيت بمدينة الثورة. أنا قلت ما أنا أبيع 2,000,000 كاسيت، قلت يعني فلس واحد ما خاش بجيبي، شنو ضريبة؟ ودخلنا في موضوع آخر كان ذولا ثاري كل الموضوع هناك، يعني حالة اقتصادية مواتهم كانت أحسن من بغداد، كل شيء مارين بيهم. احنا مو يمنا، احنا ايش مدرين نرجع ننام نقعد ثاني يوم، الدنيا غير شكل. بما انه يعني كنا نحكي عن حضيري ابو عزيز، أينا. خلينا نسمع يا محمد، هي من كلمات محمد بو يا محمد. لها قصة يمكن. هي يعني هو محمد حضيري هو اللي كتبها وغناها أول واحد، وكانت هي يقصد بحميد على أخوه، يا حميد خاف من الله يا محمد، يعني بس هي يا محمد أنا يعني رجعتها، يعني غنيتها لابني محمد. بس صار عليها اعتراض، مو اعتراض يعني من يقول محمد يا محمد خاف من الله يا محمد مهاضلنا يونيم يا محمد بشتلي ليش تتعمد، يتعمد يعني من يتقصد في بالعراقي، يعني واحد يتقصد يسوي شيء يقول هذا متعمد مسوي شيء بتعمد بالقصد. اي فذولا يعني في بيروت مرة بالحفلة يعني واحد قام وقال لي شنو تتعمد شنو كذا، طلع حبيبي تتعمد يعني مو من المسيحية يتعمد، لا
بقصدي ليش يعني هو محمد ابني، بس انت بقصدي ليش تتعمد تأذيني؟ هذا اللي كان قصدي. صار على هذا اللي شو اسمه واستمرين. يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد؟ يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد؟ يا محمد خاف من الله، يا محمد مهار الله، يا محمد خاف من الله، يا محمد مهار الله، عيوني محمد قلبي محمد. يا محمد شنو ذنبي وبين عداي وترميني؟ يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني؟ وتدري النار اللي بقلبي تشويني وتشاذيني؟ تدري النار اللي بقلبي تشويني وتشاذيني؟ عيوني محمد قلبي محمد، دي محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد؟ يا محمد خاف من الله، يا محمد مهاد الله، يا محمد خاف من الله، يا محمد مهاد الله، عيوني محمد قلبي محمد. أستاذ إلهام، في فترة من الفترات بعد بروز تجربتك وانتشار اسم إلهام مدفعي في فترة بروز كبار الفنانين العراقيين أو الفنانين العراقيين، بدأ كثير من الفنانين أو الصحافة تنتقد إلهام مدفعي أنه يسيء للتراث بإدخال الجيتار على الأغاني، أغاني الفولكلور العراقي. فعلا يعني هذا نقول السنين يعني اللي بدأ بهذا الموضوع بدون ما يعرفون انه هذا مجرد انه سامع، يعني سمع من فلان وفلان وفلان. يعني انا منو يريد يجادلني موضوع؟ نتجادل بالموضوع، نتكلم به. هذا التراث موجود، تراث هو ملوكنا كنا احنا. أنا عراقي، تراث عراقي، أقدر أصور. مو تراث، جيت شفت منظر، جيت حطيت هذا قطعة مالتي وبديت أرسم المنظر. يعني أكو مانع؟ يعني أكو مانع؟ هذا المنظر في قرية مالتي اللي أنا عايش بها وأريد أرسمها. فشنو انت التراث؟ هذا ممنوع وهذا ما يصير. انا شي سويته، صلحت موضوع جدا مهم. يعني ذاك الوقت في احنا نسمع موسيقى، وبدينا نسمع موسيقى على مستوى العالم، وبدأت الأجهزة تصير تتطور وتعطي الأصوات الصحيحة للطريقة اللي سجلت بها الموسيقى. موسيقتنا كانت ناقصة، أدخلت عليها الجيتار وال... الموسيقى العربية كانت ناقصة بدون. يعني أول مكان حسينا في موسيقى كاملة هي بمصر، الفرقة الكبيرة والفير كونتر باس، الكونتر باس والبيس اللي هو يحدد الكونتر هارموني للأغنية الموجودة في كل العالم. فإحنا ليش ما نقدر نصير هيجي بهالطريقة هذه؟ فنفس الشيء يعني جبت فرقة، خلاص هذا جيتار وهذا بيس، البيس لازم يعطي العمق الصحيح للأغنية وتوقيتها والتوافق مع بقية
الشغلات تصير اللي هي جيتار. يعني انت ما تشوف انك اسات الأغنية العراقية كما يقال، يعني كما قالوا انك افرغتها من هويتها، ويمكن حتى بعض الاسماء نسبتها الى تراث، اسماء اصحاب اغاني معينة انه او اصبحت فلكلور. ما اتذكر يعني اي منهم بالذات، لكن الهوية كانت زيرو. نقول هوية الأغنية مو الأغنية عربية، لا استغفر الله، كان هناك أغاني عربية وفي لبنان ومصر وتونس ومغرب وكلها موجودة وفي الخليج، بس احنا رجعنا على الشيء الأساس اللي لازم. يعني صحيح هذه أغنية حلوة جميلة، بس أضيف لها فلانشي وفلانشي وفلانشي، تكمل عندك أغنية تصير وين ما تحطها بالعالم يسمعوها. أنت تعتبره تطوير ما تعتبره إساءة؟ طبعاً تطوير، صار بها هارموني، صار بها بيس، صار بها أصوات أخرى، ويعني اثنين يغني نفس الصوت، هذا كله يعني يعتبر بالنسبة للأغنية فتشي حديث. إيش كانوا يقولون؟ تذكر إيش كانت آرائهم؟ إيش كان يقال لك بهذه؟ تحطيم الأغنية، تحطيم الأغنية التراثية. قالوا إن أنت تسوي الأغنية pop music، pop music يعني موسيقى مثل إيش اسمه هذا؟ أي. على كل أي. توفى الله يرحمه. بس. الشيء أنا أبداً، لأن أنا لو من واحد عنده رأي صحيح طبعاً، لأن أخويا مهندس، بس نفس الشيء يحب يبني فكرة والفكرة يطبقها في تطبيق بلوجيك في حياتنا، اللي يقدر واحد يقول معقول كلام هذا. هل نسبت بعض الأغاني أبو محمد من تراث، يعني من أشخاص إلى تراث، يعني أغاني معروفة لأشخاص معينين، أنت قلت إنه هذا تراث هواي، يعني أخذت إذن من أصحابها؟ إيه، مثل من فاضل عواد، إحنا قلنا له مرحبا وقال ما عندي مانع، رجال هم فاهم وكذا، هو مسوي أشياء قديمة سوا حديثة يعني. وش عدت الفاضل عواد؟ أغنية أشقر بشامة سجلت 1925، ذكر في اليوم فاضل عواد لأنه هاي أغنية تراثية من فلان وقت. لا أقول لك لا، إحنا كنا سوا في كل التطور هذا، لكن أنا سمعتها مرة كذا، فما قلت أنه أنا، بالعكس يعني يعني يسعدني أنه أشوفه، بس أنا بصفحة، أنا في أمريكا هما في بغداد، في وقت قبل 2003 وكذا كان التواصل صعب، وأصبحت لك مدرسة خاصة بإلهام مدفعي، هوية جديدة الحمد لله. يعني رغم الانتقادات وال من ظهرت الأغنية العراقية الواطية يعني، مع الأسف، ولا أنا ما أعترف بأي أغنية أنه اعتبر واطي، لا هاي تحصيل حاصل. الأغاني الهابطة تقصد؟ بس هذه ما يصير نقول أغاني هابطة، هذه أغاني تحصيل حاصل وتعكس حال المجتمع، اللي يكتبها واللي لحنها واللي يغنيها، هذه اللي هم هذا الشيء يريدوا، أنا أريده كذا، أنا تونس عليها أسمع قسم من عدها أشوفها حلوة وكذا، هذا بعدين رجعوا العالم إلى المنطق والشيء اللي وجدوه بالتراث، أكثر شيء قريب لهم. يعني تراث يعكس حالة مجتمع اللي انت قدمتها في اسلوبك وطريقتك. وقبلي يعني هو يعني آلاف الأغاني اللي صارت، والكل نعرف مؤلفيها وملحنيها وكذا، ومدأسة يعني دونوها بالأخير، قدرنا نعرف أشياء هواية كنا غلطانين بها صارت نعرفها. الكل يريدون يسوون نفس الشيء، وين يتعلمون؟ ما عندهم مدرسة، ما عندهم كلية، ما عندهم شيء يخرجهم كموسيقيين،
فاتجهوا إلى أغاني إلهام لأن أقرب شيء لهم ومعروفة وتقدمت يمكن أيضا عالميا و... وصار لها حضور عالمي. أينا ما إحنا بالنسبة لي أنا خانة ثانية يعني عندي أفكر بالعالم إيش راح أسوي يعني أنا البي بي سي رشحتني لجائزة عالمية على أغنية تشلتشل على الرمان مثلا كان بيفد معنى حلو النغم حلو يعني سويته وقدمته بأسلوب آخر أسلوب يعني على المسرح أسوي لك فد شغلة اللي نقدر نثبت هوية الآلة هذا أهم شيء عندي الآلة لازم تثبت عندي بأغاني عالمية يعني من غلاستنبري الناس كلها ملت لهذا وصفقت لي ما صفقت بس إلي لا غنيت صفقت للآلة للناي وللقانون واللي هو الكومبينيشن كله والإداء اللي بيني وبين فرقتي يعني هذا هو هذا الأساس يعني سويناه بشيء طبيعي ويعني أغنية تشلجع رمان بيها قصة حلوة فمن فسرتها القصة في أحد المسارح في إنجلترا بس طلعت بجريدة الشسمة بي بي سي والله فسروها أحسن من عندي باللغة الإنجليزية هل قد يعني تونست عليها قصتها اللي هي لها قصة أيوة وطنية يمكن تشلتشل على الرمان والنوم يفز علي وهذا الحلو ما أريده ودوني لأهلي رجعوني لأهلي يعني يقول العراقي البغدادي يقول اجى الرمان تشلتشل علينا تعرف مثلا ما نقدر احنا خاف نحكي بصراحة ما نقول منو المفسر لهذا فسر الرمانة بالعثماني العثماني تشلتشل علينا شجرة الرمان إلا هذا احنا نسميه شندوخ الغصن يعني غصن طويل ولون الورق الخضار به يعني سحر حقيقة الخضار ما حيقدر يوصفه من الفستقي إلى الأخضر كأنما الورقة حاطها في ضوء والشمس يعني تعكس من خلال الشمس الأخضر مالها ونفس الوقت الأحمر مالها الورد مالها بعد أجمل وأجمل يعني تطلع صغيرة ومن فوق هذا الشكل مال الرمانة بس صغير بس أحمر والوردة أول شيء الوردة تطلع بعدين تروح الوردة وتبدي تكبر الرمانة من الكبرى تصير الكبر وهي بهذا الغصن الطويل فش تسوي الشجرة تنزل نثقل نثقل من الرمان فيقول يعني تشلتشل علي الرمان فيقول هذا الرمان تشلتشل علي يعني غطى علينا خيم علينا المقصود بهم الأتراك أو العثمانيين والنومي فز علي منو النومي يقصد الشعر أصفر الإنجليزي يفزعني بس هذا حلو ماريدا رجعوني لأهلي الله العراقيين يقصد يعني هذا هو عراقية بالضبط فأغنية بغدادية يعني نسمعها كانت منك. دارجة وال نسمعها منك يعني تغزلوا بالحدائق وبال بالورد وبالكذا بطريقة جدا شو نقول مو بدائية بس أصيلة جميل يعني بدون شوف هذا المهم الكلام ما يصير يطغي على يحرج القدام صحيح أكيد هو فيها رسالة ويمكن ما كان يقدر يعني يا زارع البزرنقوش ازرع لنا حن وجمالنا غربا للشام وما جنة ومحملات بذهب فوق الذهب حن الله تشلتشل علي الرمان تشلتشل علي الرمان تشلتشل علي يا الرمان نوم
هذا الحلو مريدة وان دوني لغني كم دوب أضل منهو وقعود بدربة كم دوب أضل منهو وقعود بدربة لازم علي يوم فات لنكسر قلبك شل علي يا الرمان نومي في زعلي هذا الحلو مريدة ودوني لغني يا يما لك نطرين بطلي المطارة وما جوز أنا من هواي ماكو كل جارة شل علي يا الرمان نومي في زعلي هذا الحلو مريدة ودوني لاهلي استاذ الهام جت فترة تركت العراق أو بداية التسعينات الميلادية ذهبت إلى الإمارات عشت في الإمارات 10 سنوات نعم وانقطعت عن الفن الثمانينات يعني أنا من الواحد الثمانين إلى التسعين في الإمارات واشتغلت شغل ثاني يعني اشتغلت في مجالك الهندسي اي نعم كونستراكشن ليش انقطعت او ليش ابتعدت تركت العراق احنا الظروف كانت كالاتي يعني من طلعنا بال 79 من العراق الى انجلترا ف يعني كنت في اوج عملي وعطائي انا في العراق في 79 كان عندي فرقه كبيره يعني كورس 6 ما ادري شنو يعني كانت فرقه كبيره وكانت فعلا كان اوج الشيء نقدمه بس صارت الظروف يعني ما تسوى حد يذكرها اليوم هذا التاريخ راح وقسم التاريخ اصبح ما يعني شيء يعني ما يعني شيء بس انا جزء لي معنى أن أذكرها على كل طلعنا رحنا إلى إنجلترا وإنجلترا بدينا نقاوم نتحدث في فترة خروجك من العراق في 81 أي نعم أي. كنت ممنوع من السفر قبلها ممنوع من السفر سافرنا إلى إنجلترا من إنجلترا إلى أبوظبي تعرضت لمضايقات سياسية أنا أبداً ما كان خروجك من العراق سبب سياسي؟ أبداً ما يعني بالنسبة لي ما كان ما عندهم شيء بالنسبة لي يعني يعرفون آرائي شنو يعرفون كذا ولا عندنا شيء عندي شيء مثلاً أحب أنه بالمديح وبالهذا هذا لا مو شغلتي يعني طلب منك أنك تنضم لحزب البعث رفضت يمكن هذا من لا الحمد لله ما يعني ما عرضت الموضوع هذا بالإضافة أنه كل جماعتي وأصدقائي كانوا مثلي يعني أرى بشكل ثاني نتغزل بالأغاني يعني القعدات كلها ينتج من عندها شيء يكونون شعراء يكونون مثلا رسامين يكونون مهندسين وكذا فمن الأجواء كانت
فعلا بيرفكت بالنسبة لي. فكرت قلت روح، وصار في فرصة يعني في إنجلترا أنه روح أسجل وروح نقدر نسوي شيء آخر. بالفعل يعني هذا شو الكلام ليش يهمني يعني، لأنه بعدين من ظهرنا إحنا في وقت التسعينات ناس ما يعرفوني، يعني في الأردن ما حد كان يعرفني، يعني ناس قليلين يعرفوني وكذا، وطبعا بالإمارات ما كنا معروفين. فيعني حاولنا قدر الإمكان أنه أبعد عن هالأجواء. تعبت عن أجواء الفن 10 سنوات أو أكثر؟ 10 سنوات. كيف قدرت يعني تبقى؟ أي والله ما أدري، ما أعرف. كانت انشغلنا بال عملت في مجالك الهندسي. أي، وصار عندي معمل، ومعمل حديد نشتغل في شغل فني معين، والعلاقة بتصميم وعلاقة ب يعني كنا واحد تصميم. فدخلت في هذا الموضوع وفعلا قدرت أسوي شيء بالحديد بقدر ما سوينا بالموسيقى يعني. فكنا نصمم أبواب يعني عمل خاص، أصبح عندك عمل خاص. طيب ليش كنت ترفض تغني لسياسيين أو رؤساء العراق؟ كيف يعني؟ كنت ترفض تغني لسياسيين؟ أي ما أقدر، لا مو سهلة حقيقة. أي. حقيقة لأن خاصة بالنسبة للشعب العراقي، يعني إحنا مو موضوع صداقة وأجي أغني للفلان لكي يدير باله عليه ودير. الحمد لله يعني كنت ترفض تغني لحزب أو رئيس؟ لا مستحيل تماما أبدا. إلى اليوم ما غنيت؟ لا أبدا، يعني الشيء اللي قدرت أغني للعراق هي أنا غنيت موطني. غنيت للعراق أول واحد، غنيت موطني، وبعدين إجوا وياه إجوا قام غنيها والمعرف قام تصير صارت أغنية، قام الناس يضحكون على نفسهم يعني من مع الأسف. بس الأغنية مقدسة بالنسبة لي، لأن إحنا كنا نغنيها من كنا أطفال، ومن تزوجت من أخذت يعني زوجتي الله يرحمها من بيت العمري، فكان عندهم قصة بالموضوع. يعني ناجي السويدي اللي هو جدها كان محبوس في جنوب أفريقيا، منفي إلى جنوب أفريقيا وتوفى هناك، فمن جابوه للعراق. يعني هاي الأصول المراسيم من المحطة إلى المحل اللي كان ده يبقى به، غنوا أغنية موطني. الله، كانت الناس شالية ويغنون الأغنية هذه، فلها معنى يعني معنى مقدس بالنسبة لي. ليش قلت لك أنه الأغنية حبيتها من زمان، لنعرف منو كاتبها اللي هو إبراهيم طوقان فلسطيني، والألحان هي فليف الإخوان من لبنان، وكنا افتخرنا بهالعمل اللي صار وين ما يكون. بس اليوم لا يمكن تغني لسياسيين في العراق؟ ما أقدر لا بدل. لا والله الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك، يا رعاك يا رعاك، سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، يا رعاك. موطني موطني.
الشباب لن يكل همه وتستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد موطنا يهدد وفدية تشرد موطنا يهدد وفدية تشرد. لا نريد لن نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد موطني موطني. عرض عليك أبو محمد راتب من وزارة الثقافة والإعلام العراقية. اي والله حسبوني تقاعد لكنك رفضته ليش؟ يعني يا اخي ما انا قاعد هنا وراتب هناك شفته صعبه. قلت له يابا خلوا لكم انتم تحتاجوا. هذا بالوقت اللي كان في حصار قبل 2003 وانا بنفس الوقت يعني نفسيا كنت مرتاح انه قلت دولة هم فكروا كذا. بس انا وقائمه كلهم اللي فوق الستين وفوق المدري كذا بس لا بس بهم شعره انه بال يعني حقوق فنان لازم البلد يعطي فتشي بالمقابل اللي يقول له هذا متى اشتغلت انت كذا وكذا. وكان ممكن لو كنا في بغداد كان ممكن نتناقش في موضوع الاغنيه نفسها بس كان شيء مستحيل. ليش ترفض انك يعني رغم انه هذا قد يكون نوع من التكريم او كذلك يعني انا حسيت دولة بالاخير نعترفوا بيها بس بارك الله بيها. ما كان معترف فيك تقصد يعني او تلمح هو كان صعبة ما كان معترف انا مع يعني انا بالنسبة لي كل الناس الكبار وكلهم يعني بيناتنا في النوع من الود والسلام والحمد لله كان يعني نتميز بهالشيء بالإضافة أنه ما عندنا أي انتماء إلى أي شيء منا فكنت تعرف أنه يجي يوم من الأيام راح يصير فتشي من هالنوع يعني اللي بس ما توقعنا مثل المسار يعني الناس يسموها 2003 وما بعد يعني مع الأسف قلنا راح تصير شوية أحسن بس وضعية لا يحسد عليها يعني. طيب أنا أطلب منك نسمع أغنية خطار يمكن أيضا خطار لها مناسبة يمكن أيضا سياسية. خطار أي خطار أو هذا واحد لازم يقرأ قصة ويمكن حتى كلماتها شوي يعني اي فعلا تحتاج. خطار عندنا الفرح كلام قاسم السماوي الله يرحمه. نعم هو قاسم في لندن كان وما يدري انه انا غنيت هاي الاغنيه فصديقي معد فياض اشتغل في جريده الشرق الاوسط خابره قال له انت تدري اكو اغنيه مالتك الهام مدفع يغنيها وصارت مشهورة أغنية رقم واحد بلبنان وهنا بالشرق الأوسط يعني. قال لا والله ما أدري شو خطي خابرني هو مسكين كان عنده مشكلة بعيونه توفى الله يرحمه. بس من رحت أول حفلة في إنجلترا عائلته جت كلهم وهذا كان بالنسبة لي هم زين يعني شفتهم ويعني داولنا موضوع أنه الأغنية نفسها وأريد بعد نسوي أشياء بس ما كان مع أن الأغنية كلمات الأغنية كانت يعني شوي صعبة وفيها رسالة أو حوار بين باللهجة الجنوبية باللهجة جنوب العراق يعني وتصدق يعني من اللهجة صعبة صعبة يعني أهل بغداد كانوا يسألوني يا بها شنو هذا شنو في بغداد تسأل. في بغداد اي ناس يسألوني شنو معنى هذا لان هم عندهم اصدقاء مثل لبنانيين وسوريين وما يسألوني يا اخي شنو معنى هالش اسمه هم ما يعرفون. طيب وش قصتها هي خطار؟ خطار عدنا الفرح اعلق صواني شموع
وخاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع يا قليبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع دومك تون ونتك وتبكي بدمع مفجوع طيفك أمل كذاب فوق السماء مرفوع خاف أن يمر بالعقد يعني هذا لا ذكر بس من أغنية طبعا ذكر غير شكل برنامج يعني أول مرة بس حسيت بقيمة هذا النوع من البرامج اللي تقدرون فعلا توصلون للعالم بعض الأمور عند أشخاص ما معلومين في العالم وإيش أكو أشياء ما نعرف عليهم فبسطكم حقيقة أنت أكرمت ولو أنا مع روتانا يعني هم أشعر من أقرب الأصدقاء لي إحنا نتشرف في روتانا وأنا اليوم أتشرف في أني أشكرك أكرمتني بهذا اللقاء أتشرف معرفتك وأنا مشكور ممنونك يعني على التقديم الرائع فعلا
وإن شاء الله قدرنا الحمد لله نوصل لكل المراحل، بس هي مرحلة طويلة مو سهلة بالتأكيد. وأنا سعيد باللي تحدثنا فيه اليوم، وهو يعني أنت حاضر في ذاكرتنا ووجداننا من خلال جميع أعمالك يعني اللي نعشقها سواء في أوطاننا أو خارج أوطاننا. ممنونك. أطلب نختم ب أنت تأمر. مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، عطشان حط من سنين واروى على شوفك، عطشان حط من سنين واروى على سمك بالمي يبكي على حالي، حتى السمك بالمي يبكي على حالي. من مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، عطشان حفنا سنين واروى على شوفك، عطشان حفنا سنين واروى على شوفك. حائر ودور عليك رحت وعفتني، حاير ودور عليك رحت وعفتني، وسويت انا وياك يا ما ردتني، وسويت انا وياك ما ردتني. من مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل عطشان حفنا سنين واروى على شوفك، عطشان حفنا سنين واروى على شوفك.